خلق الله سبحانه وتعالى الأرض فرفع الجبال وأجرى الأنهار ووضع الوديان ووضع للإنسان سبل عيشه، فأنبت الشجرة وأخرج من باطن الأرض الرزق الوفير. ثم جعل الله جلت قدرته السماء 7 سماوات، وسخر الشمس والقمر، ثم خلق الملائكة ليعبدوه ويسبحوا باسمه. إذن الأرض خلقت قبل الملائكة؟ نعم يا أحمد، الأرض خلقت قبل الملائكة، ثم شاءت إرادة الله أن يخلق آدم عليه السلام. وكان آدم كثير الشعر، طوله 60 ذراعا، وأخبر ملائكته بأنه سيجعله خليفة في الأرض. ظن الملائكة أن الله سبحانه وتعالى خلقه لتقصير منهم. وكان الجن قد خلقوا قبل آدم 2000 سنة، وقد سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض ولم يعبدوا الله حق عبادته، والملائكة على علم بذلك، فظنوا أن الخليفة الجديد سيكون كسابقه، فقالوا: يا رب، أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يا رب، هل قصرنا في عبادتنا لك مع أننا نعبدك ليل نهار، وأردت أن تخلق خلقا جديدا يعبدك خيرا منا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أجابهم: إني أعلم ما لا تعلمون. فأجابت الملائكة بخوف وخضوع واعتراف: سبحانك ربنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وحتى يظهر لهم الله مبلغ علمه، علم آدم الأسماء كلها، وهذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، دابة، سهل، بحر، وجبل، وغيرها. وعلمه أسماء الملائكة، فقد علمه الله أسماء كل شيء. وقال الله عز وجل مخاطبا آدم: يا آدم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم، قال الله عز وجل مخاطبا الملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون؟ أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، وكذلك أمر إبليس، فسجد الملائكة جميعا إلا إبليس، وكان من الجن، رفض السجود لسيدنا آدم. أبى إبليس واستكبر وكان من الكافرين. فقال له رب العزة: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب إبليس: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كيف يعصي أمر الله عز وجل، رب السماوات والأرض ورب كل شيء؟ لذلك غضب الله سبحانه وتعالى عليه، فطرده من السماء إلى الأرض، وضرب عليه الذلة ومسخه. وقال رب العزة لإبليس: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من المهانين. لكن إبليس، ومن كرهه لآدم وبغضه له وقناعته أن الله لعنه وغضب عليه بسببه، تضرع إلى الله ورجاه قائلا: يا رب، يا رب، أمهلني إلى يوم القيامة فلا تقبض روحي قبلها. فقال له الله عز وجل: إنك من المنظرين. قال إبليس: يا رب، يا رب، لأغوين بني آدم وأبعدهم عن الطريق الصحيح، لقد طردتني من رحمتك بسببهم.
وسوف أوسوس لهم حتى يعصوك ويكون مصيرهم كمصيري. فقال له رب العزة: اخرج منها مذموما مطرودا من رحمتي، لأملأن جهنم منكم أجمعين، أنت ومن يطيعك. طغى إبليس وأمعن في ضلاله وعصيانه وكفره، فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وأنزل عليه اللعنة. خلق الله سبحانه وتعالى حواء من ضلع آدم عليه السلام لتكون زوجة له، وأسكنها الجنة، وسمح لهما بالتجول فيها والتمتع بكل ما فيها من نعم وخيرات. ولكن الله سبحانه وتعالى حذر آدم عليه السلام من شجرة طلب منه ومن زوجته عدم الاقتراب منها، فقال الله عز وجل لآدم: يا آدم، اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كان الشيطان ناقما على آدم عليه السلام، حاقدا عليه، متمنيا له زوال النعمة التي هو فيها، فهو يرى أنه طرد من الجنة بسببه، ولهذا فهو يريد الانتقام منه. فأخذ إبليس يأتي آدم وحواء من كل صوب كي يقنعهما بالأكل من تلك الشجرة. قال إبليس: يا آدم، يا حواء، ما نهاكما ربكما عن الأكل من تلك الشجرة إلا لأمر عظيم؟ فتساءل سيدنا آدم عليه السلام متعجبا: ما هو؟ قال إبليس: إن فيها خلودك أنت وزوجتك، وفيها ملك لا يبلى، فكلا منها، هذه هي شجرة الخلد. وماذا أجابه سيدنا آدم؟ أجابه سيدنا آدم عليه السلام وقد ظهر على وجهه الشك في كلام إبليس: لقد حذرني ربي الأكل من تلك الشجرة ولن أعصيه. قال إبليس: يا الله، ما أزكى رائحتها، وما أروع طعمها، وما أجمل شكلها، هي كل منها يا آدم، كلي منها يا حواء، إني لكم ناصح أمين، ستكونان ملكين وستكونان من الخالدين. وظل الشيطان يوسوس لآدم عليه السلام وزوجته حتى أكلا منها، فلما ذاقا الشجرة وعلى الفور انكشفت عورتهما، فأدرك سيدنا آدم وزوجته عظم الذنب الذي اقترفاه، وأخذا يواريان عورتيهما بورق الجنة، وقيل إنه ورق التين. فناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ خجل آدم وحواء من معصيتهما وطلبا المغفرة من الله، فقالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فاستغفرا الله سبحانه وتعالى على ما اقترفت أيديهما من الإثم وعدم إطاعتهما له سبحانه، فغفر الله عز وجل لهما، ولكنه أمرهما بالنزول إلى الأرض، وأخبرهما أن العداوة بينهم وبين إبليس ستظل قائمة إلى يوم القيامة، وأن إبليس سيظل فتنة يغوي ضعاف النفوس عن طريق الصواب، ويعمل على إلقائهم في معصية الله إلا من كان قوي الإيمان بالله.
فالعداوة بين إبليس وذريته من الشياطين وآدم وذريته قائمة إلى الأبد، تحاول الشياطين جهدها، وإلى الآن غوايتنا نحن بني آدم حتى يكون مصيرنا كمصيرها وهو النار. فمن كان فهيما وحصيفا ضيع هذه الفرصة عليهم وانتصر لله معترفا بفضله، ألا يكفي أن أباهم إبليس أخرج أبانا آدم من الجنة؟ فعلينا التمسك بديننا وهو الصراط المستقيم الذي وعد إبليس أن يخرجنا عنه، ولا نصغي لوسوسات الشياطين التي تريد لنا الويل والثبور. والشياطين ليس لها سبيل على عباد الله المخلصين الذين يؤمنون به ويعبدونه ويمتثلون لأوامره حق الامتثال. لقد كرم الله عز وجل أبانا آدم بخمس، فلقد خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأسجد له ملائكته وعلمه الأسماء كلها. توفي سيدنا آدم يوم الجمعة حيث جاءته الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من الجنة، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له ولحدوه وصلوا عليه، وكان إمامهم الملك جبريل. ثم دخلوا إلى قبره فوضعوه في قبره، ثم حثوا عليه، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم في موتاكم. إن هذه القصة ممتعة جدا، ونستفيد منها الكثير من العبر.